سيقام نهائي مسابقة كأس مصر من دون جمهور كما هو حال أغلب المباريات المحلية منذ أكثر من 3 سنوات. في تركمانستان سيشهد اجتماع الجمعية الأموية لمجلس الأولمبي الآسيوي تزكية الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيسا لولايات جديدة. محمد زيدان مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ومنتخب مصر السابق يعلن انضمامه رسميا لصفوف الإنتاج الحربي.